رتبنا ما تبقى من الصور على شريط بلا عنوان، بلا بداية ولا نهاية، باختصار بلا حكاية. فكل الألسنة هنا مربوطة. لم يستوعب أحد للآن بأنه أصبح لاجئا. المرأة السورية نشيطة، ماني مدرسة ولا ممرضة، مرأة عادية بالخير. صوروا العالم كله يشوفنا، يشوف إنه المرأة السورية رغم كل اللي صار فيها ما انهارت، ولا يمكن إن شاء الله. عندي أرضية بالخياطة، خلال 9 شهور الحمد لله تعلمت فن الخياطة. إن شاء الله نقدر يعني أعلم أولادي، أعرف شو الله مخبينا لقدام. بقدر إن شاء الله بالخياطة، مشروع الخياطة، أفيد أولادي وأفيد. هذه المرأة مثال للعديد من النساء السوريات، حيث تعمل مع رفيقاتها في هذه الورشة التي تعتبر نافذة صغيرة لهن في إظهار ما لديهن من مواهب، في تحويل البطانيات إلى ملابس ذات أحجام وتفصيلات مختلفة. Collected a bunch of donations, sewing materials, sewing machines from residents of our community, and Emirates Airlines also donated a large amount of blankets. And based on their knowledge, the ladies taught them how to make different items like tops, skirts, pants, hats, blankets, bags. Through this project and through fashion, we were able to give these women hope. مواد أولية بسيطة تمكنت كانا تورك من رسم البسمة على وجوه الأطفال والأسر السورية.